يرمي مدير هنا. ننتظر الكثير فيها من الإبقاء والتنفيذ على موضوع التمرير الجميل. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، هذه تحياتي لكم من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. ألتقي بكم في هذه الأمسية المشوقة ونحن على موعد مع مباراة مثيرة. معكم فارس عوض من كابينة التعليق. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق الاتحاد السعودي يواجه النادي الأهلي. نتطلع لهذه المواجهة ونتمنى بأن تكون مليئة بالمتعة والإثارة. ينجح في المرور في اللحظة الماضية، تلعب باتجاه كريم بنزيما في الصندوق، والتسديدة ترتد بعد أن اعترض الطريق. عند الكرة في مكان خطير، يا الله، هدف أول ضد الغريب. المدرجات تشتعل، أصحاب الأرض يحتفلون، الجماهير تصنع الحدث. الله على المشهد. هنا إعادة الهدف من جديد، تعامل رائع في هذا الموقف وبدون تردد في هذا الانفراد، أتى القرار بشكل سريع والتسديد القوي كان الحل لتسجيل هذا الهدف. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. محاولة هجومية من الأهلي لكن تنتهي الخطورة هنا ويتحول الهجوم. بنزيما فرصة الواحد على واحد الآن. يا رب، هدف آخر يأتي، هدفين الآن، هدف وراء هدف، يبحثون عن التفوق وتأكيد الانتصار. الله على بداية قوية. مساحة كبيرة موجودة أمام في طرف الملعب. الأهلي يفقد الكرة. كانتي. خطرة هذه البينية. استخلاص للكرة وإبعاد الخطورة. عبد الله عطيف. وهنا المرور الناجح في هذه اللقطة، لكن تدخل ناجح من مدافع آخر يمنع المرور. دفاع سيء. سام ماكسيمان. تصدي ممتاز لحارس المرمى. كرة بينية كادت أن تشكل خطورة لكن مقطوعة في الوقت المناسب. كورنادو. تمريرة بينية. يا سلام، محاولة تسديدة لكن المسافة شبه مستحيلة. الله على التصدي القوي. بيلعب لكرة في منتصف ال 18. انقاذ جميل للتسديدة.
تخرج من جديد إلى ضربة ركنية. حارس المرمى يسيطر على الكرة بكل هدوء. فاول لمصلحة الأهلي. رومارينيو. بتروح الكرة من جانب فريق الاتحاد. يا لعيب، شوف الجيك اوت في اللقطة الماضية. التركيز مطلوب في اتخاذ القرار بعد التقدم من الأمام، يبعدها عن مناطق الخطورة. رومارينيو، عرضية لداخل ال 18. ضغط متقدم، استخلاص الكرة. رياض محرز، قرار متهور وتدخل عنيف داخل منطقة الجزاء. عليه التفكير في كل الخيارات المتاحة. الأهلي ينطلق للأمام. استخلاص للكرة وإيقاف المحاولة. فرصة الآن لكرة مرتدة. يخترق ولديه مساحة. تدخل من اللاعب الأخير، وبالتالي سنشاهد كارت أحمر من جانب حكم المباراة. بطاقة حمراء مستحقة، مستحقة. قرار سليم من حكم المباراة. اللاعب يعرف بأن القرار سليم في اللقطة الماضية، منع اللاعب المنفرد بحارس المرمى. عمل ممتاز. كرة ثابتة باتجاه المرمى. الحارس ينجح في الإمساك بالكرة. يفعلها وينجح في المرور. يعود الخلف بالعرضية جميلة. كرة ما كانت صعبة. الحارس ينجح في التصدي. أحمد شراحيلي. كرة تصل لنجولو كانتي. كرة بتضرب الخط الخلفي. الكرة أصبحت خطيرة. مستحيلة هذه الكرة. هذه كيف ضاعت؟ واحد على واحد. شوف اللعبة، شوف اللقطة، كان ممكن يعدي، كان ممكن يمرر. شوف التسديدة القوية. المرمى يتدخل، الكرة تصطدم وتخرج إلى خارج الملعب. عبد الله عطيف. تدخل حاسم هنا في استعادة الكرة. حكم المباراة يقرر إضافة دقيقتين في هذه اللحظات. عرضية في عمق ال 18. تصل سهلة ومباشرة إلى مندي. هدية من حارس المرمى. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. الإحصائيات تؤكد بأن اللي قدمه في مباراة اليوم والنبض
الشوط الثاني ينطلق هنا في ملعب الملك عبدالله في الجوهرة المشعة. فرصة خطيرة هنا، لابد أن تستغل هذه الكرة. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. الله يا فيرمينو، لكنه يعود مرة أخرى، ينجح هذه المرة في استخلاص الكرة. فرصة واحد على واحد الآن، تسديدة قوية لكن بدون أي تركيز، تفتقد للدقة، الكرة تذهب بشكل بعيد جدا عن المرمى. الإحصائيات تظهر بأن اليوم كان خارج الخدمة وأنه قدم مباراة للنسيان، غياب تام اليوم، كانت عليه آمال كبيرة قبل بداية هذه المباراة، لكن الآن مع خسارة فريقه نقدر نقول بأنه خيب كل هذه الآمال. رياض محرز، الحارس ينقذ الكرة بسهولة. عمر هوساوي، كريم بنزيما، بيلعب لك كرة في الخلف، والتصدي المميز الآن من حارس المرمى. ركنية باتجاه المنطقة، ضربة جزاء للعميد. يستعد بنزيما للتسديد. الله على التمرير، ركلة جزاء لا تعطي حارس المرمى أي فرصة. بعد إعادة الهدف، شوف التنفيذ الرائع لركلة الجزاء، مارينكا رائعة لا يستطيع على تنفيذها إلا الكبار. يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. رياض محرز، كرة بتضيع من جانب الأهلي، وضعية صعبة قد تشكل خطورة. كورنادو، ملعوبة إلى فابينيو، بتروح الكرة من جانب فريق الاتحاد. شوف المساندة، عرضية في المنطقة، كرة بتتخلص وتبعد بمبدأ الأمان. والتدخل بقوة هنا، رومارينيو بشدة الكرة، الكرة مع الاتحاد الآن، رومارينيو، أوهو، يبعد كرة خطيرة، تصويبة من كريم بنزيما، تصدي هنا لكن دون إبعاد الكرة، أبعد الكرة من مناطق الخطر. أرقام جميلة مشاهدينا تؤكد تفوق الفريق المريح في مباراة اليوم، سواء على مستوى النتيجة أو على مستوى الفرص والمحاولات على المرمى، ولتثبت بأن الكرة الهجومية الفعالة لديهم حتى الآن ناجحة بشكل ممتاز.
الآن نشاهد فرصة في هذه اللحظات. ولا مع سانت ماكسيمان ينقذها حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. موقف خطير في هذه اللحظات. الاتحاد يفقد الكرة. Registration BG04D0M. Please return to your vehicle. You've left your lights on. بنزيما عند الفرصة لاستغلال الجناح الآن. الله على الاعتراف. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. راحت إلى سانت ماكسيما. قوة بدنية كبيرة لحماية الكرة. التسديدة القوية على المرمى لكن بعيدة، وضع فيها القوة لكن لم يتمكن من توجيهها بالشكل السليم وبالتالي بتضيع. مساوي. الكرة تحت سيطرتهم بعدما تمكنوا من افتكاكها والاستحواذ عليها. غياب التغطية هنا على الجناح، انطلاقة واضحة. عرضية إلى العمق. ينجح في اعتراض الكرة العرضية. تنتهي الخطورة بعد إبعاد هذه الكرة العرضية. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. تخرج رمية تماس. شوف اللاعبين وحركات الإحماء، نتوقع تغيير في هذه اللحظات. هنا يتقدم أصحاب الأرض في النتيجة، والوضع مريح جدا لهذه الجماهير لأن الفارق كبير ويجعل العودة شبه مستحيلة في الدقائق المتبقية. أوهو، خطيرة جدا، والراية ترفع هنا. هدف ملغي، قرار صعب جدا على الجميع. نعم التسلل موجود، لكن إلغاء الهدف دائما يكون وقعه سيئا على الفريق. متجر الشيء. ثلاث دقائق تفصلنا عن صافرة النهاية. رياض محرز يقطع باتجاه العمق. بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. تقدم هجومي ممتاز، يكسب أرض في مناطق الخطورة. إنقاذ رائع للتسديدة. تلعب في عمق ال 18 وإبعاد لهذه اللقطة. سام ماكسيمان فدائية كبيرة في هذه اللقطة. شوف اعتراض الكرة. إذا هذه صافرة النهاية، تعلن فوز المستضيف وتفوق على غريمه. أداء كبير وفوز كاسح وثلاث نقاط مستحقة. كان الطرف الأفضل والمهيمن والمسيطر على مجريات الأمور في الملعب.